بقول لك ايه، هو انت متجوز؟ عندك اطفال؟ اه متجوز، وكان نفسي يبقى عندي طفل. وايه اللي يمنع؟ مراتي عندها مشكلة؟ لا خالص، بس بعد ما اتجوزنا كده خدنا قرار ان احنا نأجل موضوع الخلفة لغاية ما يعدي سنة، بس بعد كده هي رجعت غيرت رأيها. ليه؟ اكتشفت ان انا مش الشخص المناسب اللي هي تكمل معاه حياتها، مش انا الشخص اللي هي كانت بتتمناه من الاول. فجأة كده؟ اه انتوا ما كنتوش بتحبوا بعض، يعني كنتوا جواز طالونات مش كده؟ لا خالص، بالعكس، انا كنت متخيل ان مفيش حد بيحب حد زي ما هي كانت بتحبني، او يمكن انا كنت بحبها بطريقة اوفر خلاني حتى ما اخدش بالي من مشاعرها ناحيتي. مش فاهمة حاجة. ما تركزيش، مش مهم. أقول لك إيه؟ على فكرة أنت ممكن تسيبني وتمشي، وأنا هكلم فارس وأقوله إن أنت سبتني ومشيت من غير ما تأذني، ورجع الولد لفريدة، وأنا وعدك والله إن أنا ما هخليها تبلغ عنك ولا تجيب سيرتك في أي حاجة، وبس هنعتبر كل اللي حصل ده كابوس راح لحاله. صدقني انت كده بتأذي نفسك، انت تصرفاتك مخلياني متأكدة ان انت ولا همك فلوس ولا همك شركة ولا همك اي حاجة، كل اللي همك بس انك تشوف فارس بيتعذب قدامك، وانا دماغي عمالة تودي بتجيب، يا ترى هو اذاك قوي ليه كده؟ علشان عايز تأذيه بالشكل ده وتبقى مستمتع قوي وهو متعذب كده؟ تفتكري لو فارس جه دلوقتي ولقاني قاعد انا والمدام بنشرب كوبايتين شاي وماسكه ايدي بالطريقه اللي انتي ماسكاها دي، دماغها هتروح لحد فين؟ انا عايز اسالك سؤال تجاوب عليا بصراحه، تفتكري فارس بيحبك؟ مين قال؟ عشان امبارح كان هيضحي بنفسه عشاني؟ ولا عشان عمره ما يقدر يسيبك؟ مفتكرش ان دي اسباب تخليكي متأكدة قوي انه بيحبك زي ما انتي بتقولي لي. لا، اللي بيني وبين فارس اكبر من كده بكتير، اللي بيني وبين فارس حياة وطفل وحب عمره ما هيتكرر. أنا وفارس زمان لما قررنا نتجوز كل واحد وعد التاني إن هو مش هيسيبه أبدا مهما حصل، بس يعني مش هكدب عليك، الحياة الزوجية مليانة مشاكل وخلافات وجهات نظر مختلفة تماما، كنا فاكرين إحنا مش هنقدر نكمل ومش هنقدر نتحمل، بس مع مرور الوقت تأكدنا إن إحنا بنحب بعض، كملنا حياتنا لحد ما جه سولي غير حياتنا تماما. خلي بقى أي خلافات ما بيننا وأي مشاكل وأي خناقات نستحملها ونتخطاها في سبيل بس إن هو يعيش بين أمه وأبوه. كلامك منطقي جدا، بس تفتكري إن فارس بيفكر بنفس المنطق اللي انت بتتكلمي بيه؟ اه متأكدة كمان ان انا وسولي اهم ناس في حياته. يمكن
مين فريدة؟ سيبيني لوحدي يا ياسمين. كان لازم أعرف من الأول اللي أنت كداب وسافل. أنا مش عارفة إزاي أمنتلك. طبيعي واحد بيبيع مراته وأمه وابنه، مش بس كده ده كمان بيسرقها وبياخد اللي وراها واللي قدامها. بعد ما عملته، بعد ما خليته بني آدم وهو كان فاشل ملوش ولا 30 لازمة. على فكرة أنا كنت عارفة إن أنت ما بتحبنيش. أنا هبلة، أنا بس مش عارفة إزاي صدقتك. أكيد معايا يبقى أكيد لازم تكون مع غيري. مين فريدة اللي أنت عايز تنزل لها نصيبك في الشركة؟ ما تنطق، اطلعي بره. سامعيني؟ اطلعي بره، انا مش عايز اشوفك تاني. انا مش هسيبك، انا هفضحك. انت نقطه سودا في حياتي، بكرهك وبكره اليوم اللي شفتك فيه. ما بتفهميش؟ اطلعي بره. بتقول لنا كده بعد كل اللي عملته عشانك؟ انت ما عملتيش اي حاجه عشاني. انت اي حاجه عملتها عشان نفسك، وانا كمان ما عملتش اي حاجه عشانك. اي حاجه كنت بعملها عشان نفسي. اطلع بره حياتي. ماشي ماشي يا فارس. في 60 داهية.